تخطي المطر تدفعت جماهير برشلونة لتحتل جامع النجم اليوناني، وهو يقود مباراته في الثانية في قميص الفريق الكتالوني. ميسي كان يسجل هدفا مبكرا، لكن حارس مرمى الشيلية لقط له بالإصابة. المباراة عرفت بتخلف من النقص وحاولات تبادلها الفريقان بغية الاشتباك وتوقيع هدف الصفقة، وكان الأقرب للتسجيل باكو الكافير الذي سجل في المرة الأولى ونجح في الثانية واضعا أصحاب الأرض في المقدمة. هدف أغرى لاعبين بيرلي من دفعوا لتأكيده لثاني، لكن ضيوفهم سرعان ما تماسكوا وبدلوه بهجمات متلاحقة تمكنوا من تكميلها بهدف تحسين النتيجة بتوقيع مختاره. برشلونة الذي رفع شعار راس تقليص في النقاط خاصة على ملعب الكامب نو لاحته فرصة خطيرة من تسديدة جيرارد بيكي التي لامست العارضة. بعدها عاد أنكاتير ليظهر بالجديد تضيفا للهدف الثاني للفريق الكتالوني قبل أن يغادر الملعب مستبدلا. الجديد الذي جاءت به المباراة عقب ذلك كرة تصدى لها تكتيك وسبقتها راية الحكم المساعد. ميسي لم يسجل في مباراة